يا بوي والله العظيم الحمد لله، حب الناس ده نعمة من عند ربنا. خد يا رن، نعمة مين؟ ده انت ممكن هيموتك النهاردة. ليه؟ ده الوقت الفجر لسه مأذن، وانت جاي لي بعد الفجر، ده كان مستنيك بالحزام في الصورة هنا من بدري. طب اعمل ايه؟ يا ربنا الوقت، طب اقف معايا انت بأي حاجة. اقول لك انا، روح نام في اوضة ابوك. يا ابني ده انا بقول لك اقف معايا ساعدني، تقول لي روح نام في اوضة ابوك، انت عبيط. يعني انت عايز تضربني؟ ده انت عيل يا اخي، مش هتتعدي ابدا. انا راح انام في اوضتي. يا ابني خد، طب براحتك. خد هنا، اقف مكانك. يا بابا ثواني، وحياة ربنا غصب عني، والله العظيم التأخير بتاع النهارده ده ما بإيديا خالص. اوعى تضحك عليا، هتقول لي صاحبك مات، هقول لك الله يرحمه وهضربك، هتقول لي صاحبي اتقطم ولا عامل حادثة ولا داسه قطر، هقول لك ربنا يشفيه وهضربك، هتقول لي كنت مولد، هقول لك ربنا يكمل لك على خير وهضربك في الآخر، اوعى تألف حاجة. لا يا بابا ده مش موضوع صحابة خالص، ده أنا كنت في فرح وناس حبانا كانت لما تتصور معايا، وكنت قاعد معاهم فالقعده خدتني نسيت نفسي. الناس اللي بتتصور معاك ليه؟ كنت اما تنور ولا ايه في الفرح؟ ولا كنت شغال لهم رقصه؟ يا بابا لا، دي ناس يا بابا ما تحبني، فكنت قاعد معاهم اما يسمعوا فيديوهات. يا بابا الفيديوهات اللي انا بعملها دي، اللي انت ما تقول سيبك من الكلام الفاضي ده، بص الكلام الفاضي يخلي الناس كلها ما تحبني الحمد لله، وكمان ده سالوا عليك النهارده قالوا لي يعني ما جبتش الحاج مسعود معاك. يا مدالي هدور معاك. والله العظيم يا بابا دي ناس جدعان جو، عملوا معايا الصح وفوق الصح كمان، يا ريت اجيبك معايا مره وتشوف الناس دي. ايوه عمل ايه يعني؟ انا عايز اعرف اللي عملوه عشان تسهر ده كله. اسمعك لقطه صغيره بس من اللي حصل معايا وانت احكم بنفسك. هو ده كله ملموم عشانك انت؟ انت طلعت مشهور اهو الناس عارفاك. ايوه يا عم، هو انا وخلاص ولا ايه؟ اقول لك على حاجه، ده قانون لحمه يا بابا. لحمه؟ وكمان خد عندك، ده انا شربت ساجع لحد ما بطني وجعتني، بطني كانت هتفرتك من الساجع، ناس كلها مجاوي يا بابا والله. تعال وريني طريق الناس دي.